واستكمالا بقى لسلسله الاخبار الغريبه اللي احنا جاهزين لحضراتكم بيها النهارده، لو تفتكروا فاكرين الله يرحمه حسن مصطفى وهو ناظم مدرسه المشاغبين، فاكرين الجمله الذهبيه اللي قالها ولابس كده ليه عفت، او الجمله دي اتحققت بشكل او باخر في تفاصيل الخبر اللي احنا هنقول لكم عليه. حاله كبيره جدا من الجدل حول حارسه مرمى، هل هي انثى ولا كان غريب ذكر؟ قوي الموضوع يعني ده. انت ست ولا انت راجل ولا انت ايه ظروفك؟ القصه اثارها الاتحاد الاردني لكره القدم اللي تقدم بالفعل بشكوى رسميه للاتحاد الاسيوي للتحقق من جنس احدى لاعبات منتخب ايران لكره القدم النسائيه واللي شاركت في مباراه نهائي تصفيات كاس اسيا، وطالب الاتحاد بضروره فتح تحقيق واتخاذ كافه الاجراءات المناسبه. لو كان في هناك يعني اي شك في أهلية لاعبة مشاركة في المنافسات. شهدت هذه المباراة فوز منتخب إيران للسيدات على نظيره الأردني بركلات الترجيح، المباراة اللي شهدت هي الأخرى تألق حارسة منتخب إيران، وهي دي اللي عندها مربط الفرس، هي دي اللاعبة المشكوك في جنسها، ليفوز المنتخب الإيراني بنتيجة 4-2. أشار الاتحاد الأردني لكرة القدم إلى أهمية إجراء تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة مكونة من مجموعة من الخبراء الطبيين المستقلين عشان يتحققوا من أهلية اللاعب او اللاعبه المعني او المعنيه، وطبعا كل اعضاء الفريق لا سيما ان فريق كره القدم النسائي الايراني ليه تاريخ طويل في قضايا من هذا النوع، سواء نفس الفكره بالظبط او حتى تعاطي المنشطات، فهو المنتخب الايراني لكره القدم للسيدات عنده هيستوري، باد هيستوري نقدر نقول. بص انا شفت الصوره بتاعتها امبارح وشفت اللي كان مكتوب والكلام ده كله، بس يعني هي اعتقد باين انها بنت الى حد كبير، يعني انت ما خدتش بالك؟ انت ما خدتيش بالك ان انا فيا انوثه اكتر منها بكتير؟ ما خدتيش بالك من الصوره دي؟ لا الصوره طبعا بتقول ان في حاجه مثيره للشك. بص يعني اضعف الايمان تشكي. ده اكيد. لا لا لا، من ناحيه الشك طبعا طبعا في شك، اكيد اكيد، ولازم تبص كويس جدا عشان تقدر تتحرى، وده بيحصل لناس على فكره اوقات، والله بنشوف ناس في الشارع مش فاهمين هم رجاله ولا ستات، دي بتحصل، بتحصل في الخارج كمان اكتر طبعاً. بس يعني لا انا ما اعرفش، انا يعني ما عنديش يعني اسمها ايه، طب انت عايز تقولي ايه وانا اقول لك اسمها؟ يعني الحيره يعني الناس اللي واخده راي في، كانت اراء كتيره جدا يعني بتنتقد اصلا الفكره ان هم ازاي بيشككوا، وفي ناس بتقول لا فعلا مش عارف ايه، فانا واخده، انا هاخد الجنب ده اللي هو لا يعني في الاول وفي الاخر اصل هي حاجه لو مش بسيطه علشان يحاولوا ان هم يمشوها، يعني هي مش الطرحه وان هي تبقى واقفه كده، يعني لو هي راجل هتبقى فيها مساءله كبيره جدا، هم برضو مش ناس عبيطه يعني. طب لو تفتكري احنا كنا هقول لك امتى، من كام شهر وكنا بنتكلم عن خبر ليه علاقه بالعاب القوه، كان سباق العاب قوه تمام، وكان حد برضو لاعبه او لاعب يعني لاعبه في منتخب افريقي ما، انا مش فاكر التفاصيل ايه، بس كان في نفس القصه، وبرضه بقيه الناس اللي كانوا معاها في نفس المنافسه. وفي الاولمبياد ايوه الله ينور عليك، كان في الدوره الاولمبيه صح كده؟ عداءة كانت صح كده ايوه عداءة مظبوط، يعني متكرره الحكايه، وطلب وفي الاخر طلعت بنت. على كل حال احنا مالناش دعوه، اكيد هيتم اثبات ده.